الله يرحمه قديش عنده توفى؟ 17 عام خلى راجلي بابا يرحمه. خرج نخدم أنا يعني في الصيف ونمد فلوس لهم. أول حاجة تعملها وقت اللي تضيق بيك الدنيا، وقت اللي تتألم تصير لك حاجة خايبة، شنو تعمل؟ فرق قلبي لميمتي، أنا ما عندي حتى إنسان، أنا بقلب لميمتي. تمشي لها؟ نمشي لميمتي. لم أختي وأمي، أنا راجل الدار، أختي وأمي. لمهم ونحكي لهم كل شيء، خايب ولا بيه. شو أنت راجل الدار؟ أكيد أنت راجل الدار، ما بوك مين؟ أي بابا متوفي يرحمه. الله يرحمه ينعم. الله راجل. أي أنا خلى راجل بابا يرحمه. الله يرحمه. تشكره. يعني أنت في الدار تعاون أمك على المصروف وتخدم؟ نخرج نخدم أنا يعني في الصيف ونمد فلوس لهم. مش مزيه راي، كان تاخذ لي ماهيش مزيه. حتى قعدوني في التلفزيون ماهيش مزيه راك. هو أنا نحييك. أي يرحم والدي. بوك الله يرحمه قداش عنده توفى؟ 17 عام. 17 عام. يعني وليت راجل ما شاء الله. إيوا راجل تبارك الله. الحمد لله. وتقرا ولا ساعة؟ إي نقرا تروازيام سبور. مش معاود يظهر لي حتى عام. لا الحمد لله يا رب. ديما يعني قراي وتخدم تعاون فيهم. إي نقرا لميمتي. نقرا لميمتي في التيكواندو، أمي وصلتني لبرشا حاجات. قول لي الحمد لله يا رب. مشيت نترنى تيكواندو أنا. ونترنا فوت كوارجي مليح وما قبلونيش برشا ايكيبات خاطر الفلوس الظروف واحد ما قبلونيش انا برشا جمعيات وكورت فكيت بلاصه وقت اللي جا الرسمي خرجوني من الجمعيات منهم النادي الافريقي منهم ستاد تونيزيان منهم منوبه منهم باردو منهم منوبه ودليل سكر كورت فيهم الكل انا وخرجوني خاطر ما عنديش فلوس يعني بالرشوه معناتها؟ اي تمد 100,000 لونترنور تلعب انت قبل ما تلعب انت والاخر ما يمدش فلوس ما يلعبش حتى كان الاخر خير منه. هذاك الشيء نعيشوا احنا في تونس. تظلمت في موهبتك؟ تظلمت برشا مرات خاطر ما عنديش فلوس الحمد لله، مش ما عنديش فلوس اني نطلب، الحمد لله يا ربي عايش وقت تشوف ميتي مش خلتني حتى شيء. اما اللي غالب هذاك حالنا في تونس شباب تو عندك فلوس توصل ما عندكش فلوس عضك بوبي. من الاخر عضك بوبي تقولها مين؟ تقولها امي الكلمه هذه من الاخر. عليك كم ست؟ هاك ياك من الاخر. ما عندكش فلوس الله غال والله. قلت لي قبيله في كواليس فمكنا شويه قلت لي امي نحكي لها قلت فمشي مره ضربتك على حكي حكيتها لها اوش عاود لك سؤال قلت اي خويا حكيت لها حكيت لها برشا مواضيع حكيت لي ضربتك بعد ما حكيت لها ضربتني كيفاش مشيت نكور ما قلت لهاش وانا صغير نهرب من القرايه اي نهرب من القرايه نمشي نكور وما في باليهاش هي ضربت حكيت لك بديت نتكيف غلطت خويا جربت وغلطت كيت على راسي الله غال الدولة خويا اكل شادين البلايص العالية هذيك المناصب العالية كيما سي قيس سعيد كيما ذوك من الوزراء ورئيس الدولة جا ربي نقول لهم فرجوا على الزويال خويا بالرسمي تلفتوا للزويال امك ان شاء الله ربي يطول في عمرك يا عواطف ان شاء الله ربي فضلك وان شاء الله نشوف اختي معلمة كبيرة اختي سنة تتخرج